فدا وكلنا فدا فدا المغرب والرياضة المغرب والرياضة. نجسد هذه الوقفة الإنذارية الأولى المركزية بسبب يعني غياب رؤية واضحة لوزارة التربية الوطنية أو الحكومة برمتها إطر الهيكلة الحكومية اللي دارت هذه السنة لتحقيق أو المطالبة بحقوق ومكتسبات ديالنا المهنية الإدارية. ما عندناش قرارات وزارية، كانت عندنا ملي كنا في وزارة الشباب والرياضة، الآن ما عندناش قرارات وما عندناش مهام واضحة. بغينا جهاز وصي مستقل إداريا وماليا وهيكليا، تكون عنده إدارة مركزية، يا كتابة الدولة يا وزارة، يا باش هاد الشتات اللي كنعيشوه الآن كأطر ديال الرياضة وتخصصات أخرى منقلين إلى وزارة التربية الوطنية، أثر بشكل سلبي على النفسية ديال الموظفين وعلى عائلاتهم، ما كاينش الاستقرار الوظيفي، ما كاينش الرياضة الوظيفي. لذلك هذه الوقفة تأتي في سياق يتسم بالمعاناة سنة الآن من عمر الحكومة. لحد الساعة راه كاين ضبابية وما كاينش قرارات يعني واضحة ومهام واضحة للإطار الرياضي. جينا اليوم في هذه الوقفة باش نعبروا على واحد الوضع اللي كنعيشوه اليوم، اللي كنعتبروه وضع استثنائي، من بعد ما كانوا الاطر العاملين بقطاع الرياضه كيتمتعوا بواحد الوضعيه اعتباريه جيده وبحقوق بمكتسبات اداريه وماديه في المستوى. للاسف هذا التنقيل اللي تم برسم الهيكله الحكوميه الجديده، تم تنقيل قطاع الرياضة إلى وزارة التربية الوطنية، أساء إلى الوضعية ديال قطاع الرياضة والوضعية ديال الأطر العاملة به. حنا بهاد الوقفة ديالنا ما كنبخسوش من 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 المبادرة ديال الحكومة كونها نقلات قطاع الرياضة لوزارة أخرى، ما عندناش إشكال، حنا مع هذا القرار، ولكن أيضا من حقنا أننا نتساءلوا كيف يمكن تطوير هذا القطاع بالتنقيل ديالو لواحد الوزارة اللي كلنا كيعرف التحديات اللي مرفوعة عليها والإصلاح اللي هو مرتقب منها. يعني كيفاش غيتم هاد النهوض بهاد الرياضة وقطاع التعليم لا يملك حتى الوقت والجهد يعني لحل لرفع التحديات اللي عنده. فانا كنتكلم باسمي وباسم جميع الابطال الاطر اللي تابعين وزاره الشباب والرياضه. فهذا التحول اللي من الوزاره ديالنا الوزاره ديال التعليم، يعني لقينا راسنا تحطينا في واحد الموقف اللي حنا ما عرفناش طريقه، سواء الطريقه ديال الخدمه او الطريقه، لان حنا خدمنا بقرار ملكي على حسب الميداليات اللي جبنا وتوسمنا ملكيا، وسيدنا الله ينصره، وسواء الحسن التالي الله يرحمه وسيدنا الله ينصره محمد السادس، يعني كبر بينا وقدر ذاك يعني ذوك النتائج اللي حققنا على الساحه العالميه. واليوم كانت من بعد الاعتزال ديالنا كنلقاو راسنا اننا خصنا نخدموا في مدارس ابتدائيه، يعني مع الابتدائي، بينما حنا خبرتنا خبره كبيره وخبره عالميه. فحنا كنتمنوا اننا يحطونا في البلاصه اللي نقدروا نعطيو فيها ويستافدوا هاد الوليدات من الخبره ديالنا. قبل كنا كنشتغلوا في المدارس الرياضيه، وفعلا حنا كنا كنطعموا الانديه بوليدات اللي كنكونوهم باش انهم يمارسوا رياضه العاب القوى، واليوم كنتحطوا في المدارس التعليميه اللي ما عرفناش راسنا حنا واش اساتذه الرياضه او لا اشنو. بينما هناك بعض الابطال اللي كيمارسوا باقي كيمارسوا رياضه العاب القوى، منهم إيكيدر عبد العاطي، كي حتى هو تحط في نفس الموقف انه خصو يلتحق بمدرسه باش يمارس العمل ديالو، رغم انه باقي كيمثل المغرب خارج الوطن. فما لقيناش معاه من نهضروا، ما لقيناش معاه من نتكلموا. وحنا بالاضافه الى هذا الشيء ان الحقوق ديالنا، يعني سواء الترقيه ديالنا او بالنسبه للطريقه ديال العمل، حنا كنطلبوا باش اننا نشتغلوا في الملاعب ديال العاب القوى كما كنا كنشتغلوا قبل مع الوزاره ديال الشباب والرياضه. الملاعب اللي في المستوى اللي نقدروا نكونوا بها اجيال اللي غادي تمارس هذه الرياضه، ونوصلهم لواحد المستوى باش انهم نحببوهم في هذه الرياضه باش يستمروا الى يعطيو نتائج عاليه. اذا الخطوط العريضه للمطالب ديالنا في هذه الوقفه هي اولا
إعادة الاعتبار إلى قطاع الرياضة وإلى الأطر العاملة به باش دار ليه هيكله باش يكون يتوفر على هيكله جهويه واقليميه مستقله وعلى قرار اداري نافذ. جينا هنا ايضا باش نطالبوا بتحقيق المكتسبات اللي كانت عندنا في الاداره السابقه وتم تم تم يعني التنازل عليها في هذه الاداره ديال في وزاره التربيه الوطنيه اللي هي ترقيات اللي هي تعويضات جزافيه اللي هي مجموعه ديال الحقوق تم يعني الحذف ديالها بصفه نهائيه.